سؤال بعد هذا: أخي يعمل كمحامي ولكنه قليل الدخل وهو يريد الزواج، لنا بيت ملك لأبي ولكل واحد منا شقة في منطقة عشوائية، هو لا يوافق نهائيا على السكن في البيت معنا لبعد مسافته عن مكتب عمله وتجنبا لحدوث المشاكل العائلية، حيث إن أخي صعب الطبع يفكر في الحصول على شقة من خلال التمويل العقاري بجوار عمله للسكن وللزواج فيها، لكنه لا يملك المقدم وقد يتعثر في السداد. أنا أريد مساعدته، هل علي إثم إن أعطيته مالا يستخدمه في دفع المقدم أو أي قسط يتعثر فيه لما في التمويل العقاري من حرمة؟ أنا لا أستطيع أن أدفع ثمن الشقة كاملة له بعيدا عن التمويل العقاري، أستطيع أن أساعده ليدفع المقدم، هل علي في ذلك حرج؟ نقول لك يا أمة الله، أولا جزاك الله خيرا على البر وعلى صلة الرحم وعلى التفكير الإيجابي بهذه الصورة، لكن نقول لك يا سيدتي، التمويل البنكي سواء لتسهيل شراء عقار أو تسهيل شراء سيارة أو غيرها من السلع أو الخدمات من خلال البنوك التقليدية الربوية غير الإسلامية التي تتعامل بالإقراض بفائدة الأصل فيه المنع، فإن فوائد البنوك هي الربا الجلي القطعي الذي لا ينبغي أن يختلف فيه ولا أن يختلف عليه، ومن قال بغير هذا فقد أبعد النجعة. لكن الاقتراض بالربا يترخص فيه تحت وطأة الضرورات أو الحاجات العامة الماسة التي تنزل منزلتها. في حاجة عامة في الشرق في بلاد المسلمين المأزومة والمنكوبة لتوفير شقق لملايين الشباب الهائم على وجهه الذي لا يجد عملا ولا مأوى ولا زواج ولا بيت ولا أسرة ولا عائلة. حاجة عامة نستشعرها، لكن تطبيقها على شخص بعينه، على فرد بعينه، يحتاج إلى المفتي المجاور المخالط لصاحب النازلة يذهب إليه فيقص عليه القصص، فهو أبصر بالحال وأعرف بالمآل. فإن أفتاه بأن حالته حالة رخصة جاز لك أن تعينيه عليها في مقدم أو في أقساط تعثر في الوفاء بها. هذا لا يصلح فيه الإفتاء عن بعد، أنا بيني وبين موقعك آلاف الأميال، فلا يصلح أن أفتي من بعد، لكنني أحيلك إلى المفتي المحلي المخالط لك المخالط لأخيك، أعرف بالحال وأبصر بالمآل، فليقص عليه القصص، لأن هذه المسائل تناقش حالة حالة كيس باي كيس، لا يصلح إنها تطلق فيها كلمة عامة نخشى أن ننتهك بها حدود الله عز وجل وأن نعتدي بها على حرماته. وأسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين.